وعلى طاري الأسهم، دام أن سلطان تكلم في موضوع الوقف، أنا أقول وقف الأم بمكة المكرمة وصلنا الحمد لله نسبة مرضية، وبإذن الله أن نفرح جميعا باكتمال هذا الوقف المبارك اللي يرعى الأيتام والأرامل والمساكين وأفطار الصائمين. والشباب طبعا رايحين يغطون هذا الوقف في محافظة الظلم بمكة المكرمة، أسأل الله عز وجل أن يكتب أجرهم ويبارك في مسعاهم يا رب العالمين، ويجعل يجعل أعمالهم هذه خالصة لوجه الكريم يا رب العالمين. دام انكم تشوفون هذا الجهد اللي قاعدين نكرسه احنا لهذا الوقف، من حملات، من توعيه، من ارسال الشباب لمحافظه الظلم، وهذا الجهد اللي قاعدين نبذل علشان نكمل هذا الوقف، اتمنى انكم ايضا انتم تكونوا معنا في هذا الجهد، وانتم الاساس بعد توفيق الله سبحانه وتعالى في اكمال مثل هذه الاوقاف، لان دعمكم ودعواتكم وتفاعلكم معنا في نشر هذه البوسترات هي سبب بعد توفيق الله سبحانه وتعالى في اكمال هذا الوقف المبارك اللي له مشاريع كثيره جدا. لذلك انت لا تكون المحرومين والمكتوفين الايدي، بادر معنا، حاول انك تكون حريص على هذا الوقف على اكماله، حاول انك تتبرع ولو بالقليل عن طريق تطبيق الراجحي اللي ما راح ياخذ منك حتى ما يقارب يعني 30 ثانيه فقط، 30 ثانيه يا كم ساعات راحت على يعني على شيء ما يستاهل، ويا كم مبالغ راحت في مطاعم وكافيهات في اشياء قيمتها محدوده، لكن هذا قيمته باذن الله باقيه حتى قيام الساعه باذن الله. لذلك لا تبخل على نفسك ولا على من تحب، لا الأحياء منكم ولا الأموات، أتمنى أنك تتبرع للناس اللي حبيتهم وفقدتهم سواء من أقارب أو حتى من أصدقاء، لأن هؤلاء الناس اللي تحت الثرى الآن ما ينتظرون منا إلا الدعوة الطيبة والتبرع لهم بمثل هذه الأوقاف، لأن خيرها بإذن الله سيرونه قبل قيام الساعة حتى في قيام الساعة بإذن الله. لذلك أسأل الله عز وجل أن يكتب أجركم جميعا، يبارك في مسعاكم وجهدكم وتبرعاتكم، وايضا تفاعلكم معنا في نشر هذه البوسترات الخاصه بالوقف. اخواني المتسابقين، اذا عندكم اي كلمه ودك تضيفها لهذا الوقف، وقف الام بمكه المكرمه، تفضل، مشكور ماجور باذن الله. وقف الام من منا ما يدور الاجر حتى لو نشر، ويعلم الله كان بخاطري اني اروح مع الشباب الظلم لأن أبغى الأجر، فالشباب مكفين وموفين الله يسعدهم ويوصلهم سالمين يرجعون سالمين غانمين. شوف الأجر رايحيله، شوف الأجر رايحيله، شوف الطريق مسكين طريق يروحون عشان يغطون شيء خير. يعني شوف المسافة اللي طاقها من الرياض الظلم عشان يدور هالأجر ويعطيها تغطية. فكيف أنت وجالس في البيت، أنا ما نطلب منك إلا أنك أبليكيشن تفتح 30 ثانية تتبرع، وهذا خير لك. يعني في برامج يا علي كثيرة تقام، البرامج هذه ممكن أنا أقدم لك مادة، بس هنا أقدم لك مادة وخير لك اليوم القيامة. والمين لأمك حلوة اللبن يا رجل، حلوة اللبن. يعني أول شيء لله سبحانه وتعالى وتعتبر تطفي غضب الرب، ثانيا الميمتك، ثالثا اجرك اليوم الدين، وفي مكه المكرمه خير طالب، في مكه المكرمه. انا اتمنى والله اتمنى ان احنا ما نطلع من هالقناه الا مقفل هالوقف باذن الله، نبيها شاهده لنا في الشيء باذن الله. يعني جميل لما يكون فهد ولا سلطان ولا حتى انت يا علي كمقدم يكون لك كلمه فيها باذن الله. يا رب يا رب، هذا اللي نقدر اقوله. جزاك الله خير، اكتب الله اجرك. فهد الشهري او سلطان امير، خلصوا عليها الصعود فوق اني الحالي مخلصين علي المواد. ما عليك، تكفي انت اصلا بدون صحن تفوز. سلطان الامير تفضل. انا اقول اول شيء الله يوفق الشباب اللي راحوا امين يا رب الى يمثلون الوقف، وان شاء الله تعالى يطلعوا لنا تقرير جميل يوصلوا لنا بشكل يوصل للجميع وواضح باذن الله يا رب. والصدقة يا علي تجارة عظيمة، تجارة مع الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اتق النار ولو بشق تمرة، وقال: ما نقص مال من صدقة بل يزيد بل يزيد. الله أكبر. الصدقة دافع للأمراض والأوجاع والبلاء، نسأل الله أن كنا من المحسنين إليه. الله يجزي كل خير اللي يساهم في هذا الوقف، ودل على الخير كفاعله، إن لم تستطع أن تصدق فدل على الخير. الله أكبر. بمجرد أنك تدل على الخير كأنك شاركت الشخص الأجر. هذا الكلام من دون ما ينقص الله، هذا الشخص أجره بإذن الله.
الله أجرك وجزاك الله خير يا أخي سلطان على كلماتك الطيبة. بإذن الله أنك مشكور مأجور على هذه الكلمات. أخوي فهد الشهري، عندك احتقان ولا بتقول كلمة؟ والله الشاب كفى وفى، لكن وقف الأم حنا من يوم بدأنا الحين لنا حول اللي حنا 46 صح؟ 46 على قد ما تكلمنا وعلى قد ما جو من ضيوف وتكلموا زيادة، وعلى قد ما تكلمنا عن وقف الأم ما وفي ربع حقه ولا نوفي الأم ربع حقه، فالأم تستاهل منا الكثير والله. صحيح. فساهم في وقف الأم وهو بخسارة عليه. هذا الكلام. والله يعني أنت تتخيل أنك تعطي أمك أجر وتكسب أجر وتساعد محتاج. الله أكبر. كبيرة عند الله سبحانه. وأجر الصدقة عظيم عند الله سبحانه. يوم القيامة تجي تحصلها زي الجبال. مفهوم الحديث يعني، أنا ما بعطيك الحديث نفسه. لأنه يربيها كما يربي أحدكم الفلوة. فتصدقوا. الله يكتب أجر الجميع. وكتب الله أجرك. أيوه. جزاك الله خير وكتب الله أجرك يا رب العالمين، وأسأل الله عز وجل أن يفرحنا جميعا بإكمال هذا الوقف في أقرب وقت ممكن. بإذن الله تعالى. طيب. خلصتوا يا شباب ولا باقي؟ كأنكم في لمساتكم الأخيرة، كأنكم في لمساتكم